النسب اللي خليني أقول لك بس في قطاع واحد اللي هو الغاز والنسيج كانوا من 120 شركة كانوا 32، فدول 32 بيحصل لهم تطوير، ده ربع الشركات بتاعتي. بقية القطاعات هم تقريبا 12 قطاع اللي بيحصل فيهم ما ادعي ان هو تطوير جذري، خلاص كده. الباقي هو وفي اتنين اتقفلوا من 120، اتنين اتقفلوا وواحد من 300 اتقفل اللي هي الشركة المشتركة، بقى عندي ثلاثة والرابعة جاية بإذن الله يعني في الأسابيع القادمة كده، يبقى عندي أربعة من كام؟ من 420. أدي النسبة، يعني بنتكلم على 1% بس، خلاص ده يديلك الرد على الادعاء ان هو هشام توفيق او وزارة قطاع العمل العام دي مهمتها التصفية، لا، مهمتها التطوير بس الصرف في الايه، في المكان الصح، ومحاولة اصلاح البيئة عشان بقية 99% يقدروا يعني يكملوا.